شوية كلمات مهمة كده. يونت 6 ليسن 1 لجريد 6، سنة 6 معانا آخر يونت، أول درس فيها مهم جدا في بعض المصطلحات المهمة عايزين إيه بس إيه وبعض الكلمات المهمة الجديدة عايزين نأكد عليها. أعواد الآيس كريم اللي هي الخشبية دي اسمها بوب سيكل ستيكس. طيب بنستخدمها في ايه؟ عشان في ناس تايهه بتقولها طيب دي بنستخدمها في ايه، احنا الدرس بيتكلم عن صناعة العطور، سوري الشمع العطري، فهنستخدمها دي في ايه؟ ديت بنستخدمها بنربط فيها الخيط القطني عشان يدنه ثابت كده في الايه في الشمع، لان انا لو حطيته كده الشمع سايل الخيط القطني ده هينزل، فعشان اثبته فبربطه في البوبس بوب سيكل ستيكس ديت، بربطه من فوق وانزله كده عشان يدنه ايه ثابت كده، وبعد ما الشمع بينشف بقصه. دي كل اهميتها هنا في صناعه الشمع العطري. طيب دروبس اوف اويل، قطرات الايه، قطرات الزيت، تمام كده. واكس اللي هو الشمع اللي هو الخام، الشمع اللي هو الماده الخام قبل ما يتصنع اللي هو الخام. كلمه بريس يعني يضغط، بريس يعني يضغط. كلمه ستير يعني يقلب، ستير يعني يقلب. كلمه سكويز يعني يعصر، مهمه جدا الافعال دي. كلمه هيت يعني يسخن او يحط حاجه على النار، هيت يعني يسخن. يبقى الكلمات المهمه معانا بوب سيكل ستيكس اللي هي عصا الايس كريم، دروبس اوف اويل قطرات الزيت، واكس اللي هي الشمع الخام، بريس الافعال بقى الفيربس المهمه اللي معانا، بريس يعني يضغط، ستير يقلب، سكويز يعصر، هيت يعني يسخن. وفي كلمه برضو مهمه، كلمه ويك معناها الفتيل، الفتله اللي هي عباره عن كوتون روب، حبل قطني اللي هي بتتحط في الشمعه اللي هي الجزء اللي بيشتعل اسمها ويك. طيب الشرح بتاعها اتس ا كوتون روب. كلمه انستراكشنز يعني التعليمات، اي حاجه في الدنيا او اي وصفه لا انستراكشنز، انستراكشن يعني تعليمات اللي هي خطوات اللي انا بمشي عليها عشان الوصفه تنجح، تمام كده. طيب الشمع الخام اللي عندنا بنستخرجه من بام واكس اللي هي الشمع النخيل اللي هو مستخرج من اشجار اللي هو النخل، تمام كده. كلمه بام يعني نخل، بام تري يعني النخل. كلمه كوكر يعني الموقد اللي هو البوتاجاز. في ناس كتيره بتلخبط تقول كوكر اللي هو الطباخ، لا طباخ يعني كوك، نفس الفيرب، يبقى كوك يطبخ، كوك طباخ، كوكر اللي هو البوتاجاز، تمام كده. نيجي بقى لشويه برضو مصطلحات موجوده عندي في الليسون. كلمه something in mind يعني حاجه في دماغك، يعني انت لو بتكلم حد بتقول له انت بتفكر في حاجه، في حاجه في دماغك ديت. عندي هنا do you have something in mind، انت عندك في حاجه بتفكر فيها في دماغك. طيب احنا بنستخدم البرفيوم اويل to make wax، we can use perfume oil to make wax. طيب مصطلح مهم جدا read out يعني يقرا حاجه بس بصوت عالي، علي صوته، يعني مثلا حد بيقول لي اقرا لي دوت بصوت عالي هيقول له read this book out to me، اقرا لي لو سمحت الكتاب دوت وعلي صوتك، خلاص كده. ايه تاني؟ قلنا بام تريز اللي هي اشجار النخيل او اللي هو النخل المصري. نيجي عندنا هنا ايه تاني؟ انا بستخدم بنقي المصطلحات المهمه اللي موجوده عندنا في الايه في الدرس. كلمه instructions قلنا معناها تعليمات. طيب لما اقول فكره جيده او فكره رائعه، good idea، that's a good idea او that's a great idea. ايه تاني عندي هنا؟ كلمه melt يعني يذوب او يذيب، melt يعني يذوب يعني نذوب. عندي هنا heat the wax to melt it، سخن الواكس عشان يذوب، تمام كده. وكلمه stir اللي هي معناها يقلب. دي معظم الحاجات المهمه اللي انا حاساها ان هي جديده
تمام كده. وفي برضو عندي مصطلح حد بيمسك حاجة او يسند حاجة اسمها hold up. hold up يعني يسندها. ايه اللي بتسند؟ بوبسيكل ستيكس هي اللي بتسند الايه الويك اللي هي الفتيل عشان يدنه واقف كده في الايه في الشمع عشان ما يلفش على بعضه وينزل في الايه في قلب الشمع. تمام كده. دي معظم الحاجات اللي او الافعال المهمة اللي انا لاحظتها معايا والمصطلحات المهمة اللي انا لاحظتها في الدرس دوت، وحاسة ان هي جديدة فقلت ايه أأكد عليها. بس أأكد على الأفعال المهمة معايا: stare يقلب، عندي كلمة add يعني يضيف، add يعني يضيف، كلمة brush يمشط شعر أو brush teeth يغسل الأسنان، brush بنستخدمها للشعر وللإيه وللأسنان، وhold up اللي هي يمسك حاجة أو يسند حاجة، وsqueeze يعني يعصر. دي بعض الحاجات المهمة اللي هي في درس الكاندلز اللي هو صناعة الشمع الايه العطري.